اخر حاجه خدناها المره اللي فاتت عملنا اكتيفيتي لاي اوت للسبجكت لاي اوت اللي كان فيها اسم الماده ورقم الماده ولا الدرجه، وعملنا اكتيفيتي للمين. انا عايز يعمل اعاده للاندرويد بس انا مش هعمل اعاده بصراحه، مش عايز اعمل ستارت. تمام. وبعد كده برمجنا وعملنا الفور لوب وظهرناه على حاجه جديده اسمها لاي اوت. بعد كده قلنا اللاي اوت دي بتظهر الالر دايلوج، وكانت المشكله انها بيظهر الالر دايلوج ايه دايما، كل ما بنضغط على الالرت كانت تلاقيه ظاهر. حد حلها؟ ايه؟ لا يا راجل، هو نوكس مش عايز يشتغل ليه؟ هو ايه ماله النهارده كده؟ مش عارف بس من المستحيل يعني. تعالى هنا الكود كان بيتنفذ اول لما تضغط، ولما كنت بتحطها هنا اهو الكود كان بيتنفذ مع كل ايه. تعمل ايه بقى في الحاله دي؟ واحد، تعرف متغير وتدي له نفس بدايه مين الفور لوب، وقارن المتغير اللي انا عرفته ده بالاكس، بس المتغير ده هيزيد مع كل لوب عشان يمشي مع اللوب. تمام. واول لما المتغير يبقى اكبر من او يساوي الاكس المفروض ان ينفذ الكود ده. دي فكره الايه حلها، انك تعمل متغير يزيد مع الزياده. تمام. واول لما يبقى يوصل، يبقى المتغير يوصل لاكبر من او يساوي الاكس يبقى كده خلص، صح ولا غلط؟ يبقى في الحاله دي يظهر الكود ده، هنا الاكس عليه ايرور بيقول لك لازم تتعرف فاينل. وطبعا لو اتعرفت فاينل معناها قيمه ايه؟ قيمه ثابته، مش هينفع تتعرف فاينل عشان ده هي بتزيد هنا ايه؟ ده لوب معروفه. فاخدها دي كده كات، اخد تعريف المتغير وارميها فوق هنا. المفروض ان احنا نجرب، كان الابلكيشن مش عارف كان اسمه سكول باين، مش ظاهر ليه ده؟ هو مش ظاهر نوكس، مش ظاهر. لا نوكس، نوكس ما لقيتش برنامج غير زفت نوكس. لو انت بتجرب على الموبايل على طول. انا بجرب على الموبايل، عارف الموبايل الصغير اللي معايا ده. بلو ستاك تقيل قوي، وحش بصراحه. هو الجيني موشن اللي حلو، بس ولاد لذينه بكراك وبيقعد وقت وبعد كده ايه؟ هو عيبه كراك بس هو حلو بصراحة، خفيف. نجرب كده. يبقى كل الفكرة عرفت متغير اديته بداية نفس بداية اللوب، وبعد كده خليته يزيد مع اللوب، وأول لما المتغير ده يبقى أكبر من أو يساوي الإكس يبقى كده خلص. يبقى كده خلاص وصل للنهاية. يبقى كده في الحالة دي أعمل إيه؟ أطلع الألرت دايركت دي. إيه أكبر منه أصغر من السالب أكبر منه؟ هو فين الرن؟ فتح ولا لسه؟ متحملش ليه؟ سبحان الله، فتح من غير تحميل. سلام. كان عندنا هنا اي حاجة، تلاتة، اي اسم مادة، درجة، خدت بالك ظهرت فين؟ ظهرت في الاخر من غير ما ايه. كانت المرة اللي فاتت كانت تظهر اول مع كل مادة، وبعد كده جينا لما طردناها بره اللوب ظهرت مع اول ضغطه بس. تمام. طيب نيجي في الجزء الثاني بتاع بقى الشغل بتاعنا. دي كانت اللي كانت ناقصه المره اللي فاتت، هو عباره عن متغير عادي، والمتغير ده يزيد مع زياده اللوب، وقارنه بايه؟ بالاكس بتاعت اللوب.
واول لما يوصل للاكس يبقى كده هو وصل لخلصها. في الحاله دي ايه؟ طلع الار دايركت. اكيد خضتنا يا عم. لا ما احنا بنسجل البرنامج الجديد ده. سامع؟ هنغني بعد كده. عايزين بقى نبدا نعمل ايه؟ الريل. قلنا حتى مثال عليها المره اللي فاتت الريل لما بدانا فيها، وبعد كده افتكرنا ان احنا ما شرحناش اللوب. قلنا الاري عباره عن متغيرات داخل ذاكره الريل، قلنا عامله زي الفاريبل، بس عيب الاري او ميست الاري تقدر تشيل اكتر من فاليو، اما المتغير كان بيشيل وان فاليو بس. يعني حضرتك لما كنت بتعمل كده اي ان تي اكس ايكوال 0 كده انت عرفت متغير يشيل 0، لما تقول اكس ايكوال 5 مسح ال 0 وحط 5، فالمتغير العادي يا سيف بيشيل قيمه واحده. اما المتغير دلوقتي عندنا مشكله في المتغير العادي ده، ان حضرتك لو عايز تسجل بيانات اشخاص حد مثلا او تسجل سالري الموظفين، عندك كم موظف؟ عندي 100، يبقى مضطر تعرف 100 متغير عشان كل موظف ليه مرتب مختلف عن التاني، فمضطر تسجل لكل موظف متغير، فبالتالي هتعمل 100 متغير. طب العمل قال لك ممكن تقدر تعمل اري، الاري دي شكلها في الرام عامل كده اهو، تمام؟ قال لك تقدر تشيل اكتر من قيمه. لو عايز اسجل ال 100 متغير في ال 100 قيمه في متغير واحد، يبقى في الحاله دي تعمل اري. هي الميزه انها بتوفر على الرام، بس هو عيبها ان مفيش حد بيقعد يسجل قيم كتير 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 وفي الاخر تتمسح. انا قلت لك المره اللي فاتت هي اساسا ذاكره على الرام، تمام؟ فالناس بتبدا تتضايق منها من الحته دي، بس هي ميزتها انك لو ودايما الناس بيسجلوها في الاوف لاين مود، عارف فين؟ زي ايه؟ الشوبينج كارت، عارفين سند المشتريات في الويب؟ سند المشتريات تخش كل منتج عجبك تشتريه، عجبك تضيف، عجبك تضيف، هو ما بيتضافش في الداتابيز، هو عمال يضيف في سله في سله في سله، عشان لو كان بيتضاف في الداتابيز هيسجل في الداتابيز دايركت، يبقى جاي تسجل حفظ نهائي، وانت اساسا ما قلتش انه خلاص انا عايز اشتري دول، خدت بالك؟ هو بيقعد يتسجل جوه الريل، يتسجل في الاخر خالص اروح واخد الريل كلها واروح راميها في الدريل، واخد بالك؟ دي فكره الايه؟ اوف لاين مود. هو بيشغلها كده لما تحب تقعد تسجل مجموعه من الايه؟ من البيانات، مجموعه من البيانات، بعد كده كل ده على اوف لاين، بعد كده اخد كل اللي اتسجل في الريل اروح مسجله. هي بتعمل مود بتشتغل بالكوكيز ولا بتشتغل؟ ها؟ الكوكيز عندك الريل، عندك سيشن، لو بتتكلم في ويب فيو ستيت، ساعات بقى لو بتتكلم في موبايل ابلكيشن يا شيرد بريفرنس يا اس كيو لايت، هيبقى ناخد الاثنين دول ان شاء الله، تمام؟ يا اما الري. طيب فكره بقى الري شكلها عامل كده في الرام، تقدر تسجل فيها اكتر من قيمه. ازاي تعمل الري؟ قال لك عشان تعمل الري بتعرف متغير وتحط القوسين دول، اي اسم يعجبك، تمام؟ ديجري يساوي نيو المتغير اللي انت سميته، يشيل كم قيمه؟ 10. كده انت عرفت متغير من نوع الري هيشيل 10 كام. طبعا هنا الديجري شكلها متعرفه قبل كده عشان كده هو موافق ديج مثلا او سكور، نسميها سكور. كده انت عرفت متغير من نوع الري بيشيل بيانات رقميه من نوع انت يشيل 10 قيم بالظبط، هو عمل في الرام كده الشكل ده اهو، 10 قيم بالطريقه دي. طيب عايز الاري عباره عن متغير داخل ذاكره الرام بيشيل داتا وبناخد منه داتا، كده انا عايز اشيل منه داتا، عايز اسجل فيه داتا. قال لك لو قلت سكور ايكوال 50 مدي ايرور. ليه؟ قال لك انت هنا كل ده اسمه سكور، كل ده اسمه سكور، انهي سكور فيهم؟ دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ شبهناها المره اللي فاتت زي بالعماره بالظبط. انت جاي في عماره في المعادي بصيت على العماره 9 ادوار، مضطر تسال انت في انهي دور؟ نفس الكلام، عايز تسجل الدرجه ال 50 دي تسجلها في انهي قيمه من دول او انهي اندكس من دول؟ دي بتسمى اندكس اوف اري، كل اندكس من دول ليه رقم، كل اندكس ليه رقم. تيجي هنا ده زيرو بيبدا من زيرو، ده واحد، ده اتنين، وهكذا زيرو واحد اتنين تلاته. يبقى لما تحب تدخل قيمه جوه الاري لازم تقول سكور اوف زيرو، كانت دخلت في الخانه رقم زيرو 50،
عايز سجل في اللي بعدها سكور اوف واحد 140، يبقى انت 154، يبقى انت دخلت قيمه في الرقم 2 154. طب واحد يقول لي انا عندي 1000 قيمه، هقعد اسجل سكور اوف 0 سكور اوف 1 سكور اوف 2؟ قال لك لا، انت اول حاجه هتدخل في رقم كام؟ 0. بعد كده هتدخل في رقم كام؟ بعد كده هتدخل رقم كام؟ لوب بقى، لوب الدرس اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت. تمام؟ تعمل ايه؟ تروح قايل فور، انت عندك كام قيمه في الاريه؟ 10. يبقى تروح قايل اي ان تي اي اسم يعجبك، بدايتك 0، اقل من او يساوي كام؟ 9، عشان انت بادئ بصفر. محدش يقول ابدا بواحد، لا، هو دايما الاريه بيبدا من 0. لو بدات بواحد يبقى تجاهلت اول دور، هيبقى قيمه، هيبقى قيمه فاضيه. بس برضه هتلعب على انه كام؟ لو تجاهلت واحد هم 10، هتلعب على انه 9. لو بدات بواحد، دايما الاريه بيبدا من رقم 0. تمام؟ فلما تحب تدخل قيمه جوه الاريه لازم تقول اسم الاريه والاندكس بتاعها. طب ما انا كده اقعد اعمل ايه؟ سكور اوف 0، سكور اوف 1، سكور اوف 2، سكور اوف 3، سكور. طب وليه؟ قال لك طب انا هعمل ايه؟ عرفت الاريه شيل 10 قيم، اعمل اري من 0 ل 9 وكل مره البي بلس بلس. عايز يدخل قيمه عايز يدخل قيمه جوه الاريه اللي اسمها ايه؟ لو كتبت سكور بس ما ينفعش، لازم تقول سكور اوف اندكس. طب ما انا عندي الاندكس مره 0 ومره 1 ومره 2، مين اللي شايل من 0 ل 9؟ اروح قايل سكور اوف بي. بي بقى هي إيه اللي هتشيل؟ 0 1 2 3 4 5 وهكذا. خدت بالك؟ هياخد القيمة اللي عايز يشيلها، وات ايفر عايز تخليه يشيلها من اللاي اوت. عشان كان عندنا اللاي اوت تي اكس تي ديجري دوت جيت تكست، فاكرين اللاي اوت المرة اللي فاتت؟ جربتوها؟ مهمة جدا على فكرة، لازم مهمة جدا اللاي اوت، بتستخدمها حاجات في حاجات كتير جدا. تمام؟ او تروح ايه لما بتقعد ممكن ترو كولر دور لاي اوت، مش شرط عليه تضايق. اللي بتظهر دي شكلها لاي اوت. اللي اوت انت بالتصميم بتقعد تصمم فيه على مزاجك، وتقدر تستخدمه اكتر من مره. التصميم ده تقدر تستخدم التصميم اكتر من مره. ممكن اكبر حجم الاريا بتاعك ولا ايه؟ ممكن اكبر حجمها، بيكبر على حجم اللي اوت. اللي اوت لو كبيره يبقى اللي اوت كبير، اللي اوت كبير، اللي اوت لو صغيره يعني احنا عندنا اللي اوت صغير عشان الاريا ضيق صغير عشان اللي اوت صغير. اما لو سجلت حاجات حطيت حاجات كتير في اللي اوت هتظهر. معلش في التكست اللي فيه بقى المشكله هيبقى صغير؟ ايه ده؟ لا انت بدأت بالعكس، اللي هي انت بتصممها زي ما صممناها المره اللي فاتت اللي هي دي اهي، وبتقعد تظبط التكست بتاعك. عندي لما غصب عني غيرت قبل كده الموبايل مثلا، بدل من نكسس 1 بقى نكسس 6 تقريبا، فغير التكست ودخل تكست جوه. ما كنتش بقى كنت عاملها ماتش بيرنت؟ بس في كلام سر انت قلت هتوريني حاجه المره اللي فاتت على نفسي. معلش هجيب لك بقى تواني. هنا السكور بي هياخد القيمه من التكست اهو، اروح قايله طبعا عايز انتجر دوت بارس انت تحويل كده. انت دخلت قيمه، عملت اري متغير يشيل 10 قيم، وكده دخلت قيمه جوه المتغير، دخلت قيم جوه المتغير. لما تحب تدخل قيم جوه المتغير تكتب اسم المتغير بتاع الاري، بعد كده يجي وراها الاندكس. لو اتكتبت كده عادي مش هينفع، مش زي المتغيرات العادية، علشان المتغير الأريه بيشيل أكتر من قيمة، فأنت عايز تسجل القيمة دي في أنهي دور من دول، فلازم تقول معاها رقم الدور. رقم الدور ده عملنا لوب، لوب ليه؟ عشان ما أقعدش أكرر الكود. لو أنا عندي 1000 هقعد أسجل سكور أوف 0 سكور أوف 1 لحد سكور أوف 999 1000 سطر. طب وليه؟ طب ما تعمل هنا لوب من 0 ل 999، أو تقول سكور دوت لينس. سكور دوت لينس مش لازم تقول 10 ولا 9، انت مجرد ما تقول هنا 50 اوتوماتيك تحت اتغيرت. يبقى لما حبيت تعرف 50 قيمه عرفتها بكام متغير؟ بواحد متغير واحد، وتشيل فيها قيم بكام سطر؟ سطرين. طب المتغير ده فايدته ايه؟ مكان بنحط فيه داتا ومكان ونقدر نشيل منه ايه؟ كده احنا حطينا عايزين نشيل، انت عندك كام قيمه؟ يبقى المفروض هتشيل كام قيمه؟ 50. كنا بنعمل العرض يا توست يا اليت دايلوج جيت ابلكيشن كوما اللي شايل الداتا سكور اوف 0 اي مسافه توست دوت لينس لونج دوت شو او شورت، كده هيعرض اول قيمه.
عايز يعرض القيمة التانية اذكره في واحد، القيمة التالتة اذكره في اتنين. طب اقعد اعمل الكلام ده 50 مرة، يبقى تعمل برضه لو. بدل ما تقعد تعمل سكور اوف 0 سكور اوف 1 سكور اوف 2 سكور حتى سكور اوف 50، لا شيل دي كده وتروح عامل 4 اي ان تي بي يساوي 0 بي اقل من او يساوي سكور دوت لينس برضه اهو. بعد كده بي بلس بلس وهنا اهو اقول سكور اوف مين اوف بي بدل ما اثبت ايه الاندكس. يبقى لما تحب تدخل قيم جوه 50 متغير بست سطور خمس سطور، سطر للتعريف سطرين للادخال سطرين للاخراج، لو عملتها كده عادي برضو هما برضو الخمس سطور. خدت بالك ما بتتغيرش، هي دي ميزة الاريه. الاريه تقدر تشيل فيها اكتر من قيمه، بس زي ما قلت لك الناس ما بتحبش تستخدمها، يقول لك هو انا اقعد اسجل 50 قيمه وفي الاخر في الابلكيشن يتوه. لا لا يا فرحتي نسجلها في الداتابيز لا شغل الداتابيز بقى بنيجي ساعتها حوارات ثانيه تمام. بس هي الفكره الناس تقول لك كده اقعد اسجل 50 قيمه قيمه وفي الاخر على الرام، مجرد ما طير الابلكيشن من على الرام خلاص. عشان كده الناس تقول لك لا ما بقى يعني ايه ما بحبش استخدمها، بيسجلوها بقى في زي اللي هي الكوكيز. عندنا حاجه اسمها شارد بريفت نيجي نتعامل معاها. عندنا نوعين من الاري، النوع الاول اري 1 دايمنشن بالطريقه دي، عندك نوع ثاني 2 دايمنشن شكله عامل كده في الرام، شكله عامل كده في الرام. دي بيحتاجوا لو انت عايز تسجل بيانات زي ما قلت لك قبل كده، بيانات طلبه في ماده، انت عندك كام طالب؟ عندي 500. يبقى معنى كده انت هتعمل 500 متغير، يا اما تعمل متغير واحد يشيل ايه ال 500، يا تعمل متغير واحد يشيل ال 500 اهو الري تشيل وسميها سكوب برضو بتاعه ال 500 متغير. قال لك طب لو في ماده ثانيه هنضطر نعمل الري ثانيه سكور 2 500. طب الطالب بياخد 10 مواد، لما تضطر تعمل كام الري؟ 10 10 اري. قالك طب ما انت ممكن تعمل متغير واحد ال 500 صف بال 10 مواد ورايح نفسك، وكلهم في كام متغير؟ ايه بالظبط ايه؟ يبقى كده كلهم في كام متغير؟ متغير واحد. بدل ما كنت اعرف دي اري ودي اري ودي اري ودي اري ودي اري ودي اري، طب وليه؟ خدت بالك؟ يبقى كلهم في متغير واحد. هي دي فكره المالتي دايمنشن. بس خد بالك لازم كلهم يكونوا بنفس القيمه نفس النوع، يعني ما تجيش تقول لي ايه ايمن 50 30 و6 من 10 60، لا كلهم يا ارقام يا كلهم حروف، ما ينفعش كوكتيل كده. خدت بالك؟ هنا بقى تسجل رقم الجلوس ما تسجلش الاسم، عشان لو سجلت الاسم حروف والدرجات ارقام خلاص بتعملها سترنج. خلي الاريه كلها سترنج. اقول لك طب انت لو حبيت تجمع الاجمالي بتاع الدرجات في الاخر هيطلع لك كده اهو، مش هيجمعهم مش هيجمعهم تم جنب بعض. خدت بالك؟ فطبعا لا انا محتاجهم دبل. يبقى لازم الاريه كلها تكون من نفس النوع، لازم يكون كله كده. بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بالطريقه دي. هو انا ما ينفعش اعمل اكسبشن كده الاول اريه؟ ايه؟ ما ينفعش اعمل اكسبشن الاول اكسبشن ليه؟ يبقى في الحاله دي تاخد الاري دي لوحدها 1 دايمنشن والباقي زي ما هو. خدت بالك؟ ولما تيجي تدخل انفرجن التوازي، يعني تدخل ايمن درجات في الثانيه، يعني دي هتبقى الاري لوحدها. لا الثانيه دي بقى اللي هنعملها فوق وفوق دلوقتي. عايز تعمل اري مالتي دايمنشن تروح عامل اي سترينج تمام؟ اي اسم كوكو تمام يساوي تعمل بقى الاثنين دول نيو سترينج، محتاج عدد الصفوف وعدد الاعمدة، عدد الصفوف وعدد الاعمدة خمس صفوف وتلات اعمدة كده. عمل اري شبه كده اهو، اري كده خمس
ثلاث خمس صفوف وثلاث اعمده اهو بالطريقه دي كده، بالطريقه دي اعمل كده. معلش انا اسف. الو، بالطريقه دي كده معناها ان خمس صفوف وثلاث ايه؟ اعمده. طيب شكلها عامل كده. قال لك عايز ادخل قيمه هنا، قال لك كل عمود ليه رقم 0 1 2، وكل صف ليه رقم 0 1 2 3 4. خدت بالك؟ اهو عايز اعمل برنت سكرين، مش عارف برنت سكرين مال اللي حصل لها. كل واحدة ليها رقم 0 1 2، وده 0 1 2 3 4. يبقى لما تحب تدخل هنا الصف الكام؟ العمود يبقى 2 اوف 1، عاملة زي الاكسل. خدت بالك؟ لما تحب تدخل هنا قيمة يبقى 0 2، يبقى ان شاء الله هتعمل ايه بقى؟ 0 0 0 1 0 2، 1 0 1 1 2، 2 0 2 1 2 2، 3 0 3 1 3 2، 4 0 4 1 4 2. يبقى معنى كده 15 صف، صح ولا غلط؟ هتعمل كده. ما بالك بقى لو انت عندك 500 طالب في 10 مواد، يبقى 5000 صف، كتير جدا. قال لك تعمل ايه؟ تعمل 2 اري، 2 لوب، نستد لوب في بعض، نستد لوب. حركه زي دي كده انت هنا هتخش في الصف رقم كام؟ تفوت كم مره؟ يبقى اول حاجه هتعمل فور اي ان تي رو ايكوال 0 للصفوف من صفر لكام؟ لاربعه. يبقى اقل من او يساوي 4 ورو بلس بلس. جوه كل صف هيمر كم مره؟ ثلاث مرات. يبقى لوب تانية 4 اي ان تي كون من 0 لكام؟ لاتنين. كده اللي شايل الصف مين؟ الرو. واللي شايف العمود، اللي شايل الصفر واللي شايل العمود. والاري اسمه ايه؟ هيبقى لما اقول كوكو اوف رو اوف كول، واقول القيمه اللي انا عايز اسجلها ايا كان بقى القيمه اللي انت عايزها، من انتجر خليها من انت، من تكست، من تكست. بس طبعا عشان سترنج فمش محتاجه ايه ولا تحويل ولا حاجه. كده عرفت الري مكونه من كام صف، من كام عمود. وفي الحاله دي كده عشان تدخل قيم جوه الري مالتي دايمنشن لازم تعمل 2 اري، 2 فور، واحده تفوت على الصف وواحده تفوت على ايه؟ على العمود. هنا ممكن تكتب كوكو دوت لينس. طب وهنا؟ كوكو ايه؟ كوكو فرو دوت لينس، كوكو فرو دوت لينس، عشان عدد الأعمدة اللي جوه الصف. خدت بالك؟ ده اللي شايل الصفوف، وهات لي كل صف هات لي الأعمدة بتاعته. دي لما تحب تدخل قيمة جوه الأري، غيرتها بقى هنا 50 وهنا 14 مش فارقة، كده هي متغيرة ثابتة دايناميك. بتجيب عدد الاعمده في الصف، مش انت هنا هتمر على كام عمود، كام صف، وجوه كل صف كام مره؟
اتنين عشان ثلاث مرات هنا، دي تجيب لك عدد الصفوف، دي عدد الأعمدة في كل رو في المتغير بتاع الرو. بدل ما اقعد اكتب 5 و4 و3 هو اوتوماتيك يغير. يعني بكتب رو على يونت كولومز اللي جوه الرو. اه كوكو درو دوت دوت لينس. طيب هنا انا دخلت داتا. مش عندي سؤال بس هو الرو كده هي كوكو درو دي هيعدي على كل الكولومز اول ما الكولومز تخلص هيمر عليه صفر صفر واحد صفر اتنين صفر تلاتة خلاص هيبريك من اللوب اللي جوه بس ويرجع للوب اللي بره وهكذا. يعني بالظبط هيخش بمره ومره بكام بعد كده هنا زيرو ايه زيرو 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 واحد زيرو اتنين خلصت اطلع لبره تبقى بواحد. يجي يخش هنا جوه اللوب دي واحد زيرو واحد 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 اتنين خلص يرجع للور بره تبقى باتنين. كل ما يفوت على الصف يخش جوه يخلص الاعمده كده يرجع بره. لازم يخلص اللي جوه ده الاول. التوست عايزين نطلع عندنا التوست ايه الاري دي ليها صفوف وليها اعمده. يبقى لما تعرض كده تقول كوكو اوف رو اوف كول كده انا بطلع النتائج اللي جوه الاري. طيب هنا خليت الادخال مع الاخراج ده هيحصل ايه؟ يعني هنا بص لو انا عملت كده خدت دي كوبي كده مرة تانية ورحت مسحت دي كده عملت array وهنا عملت ادخال جوه الاري وهنا عملت ايه اخراج خلاص. طب ايه الفرق ان انا لو خدت دي كده وحطيت هنا كل قيمة هتدخل هتطلع. طب هنا دخل كل القيم مرة واحدة وهنا خرجه مرة واحدة. يعني لو عملت التوست مع الادخال خمسة يظهر خمسة، دخلت تمانية يظهر تمانية. اما لو عملت التوست في لوب لوحدها دخل خمسة ستة تمانية تسعة عشرة يروح طلع لك توست خمسة ستة تمانية تسعة عشرة. دخلهم كلهم مرة واحدة وخرجهم كلهم مرة واحدة. تمام؟ هو زي ما قلت لك هرجع اقول برضه عيب الاري انها تشيل قيم كتير فبالتالي محدش هيقعد يسجل داتا كتير وفي الاخر ايه؟ تتكل على الله تتمسح. طيب في حاجه نوع تاني اسمه array list من الاري array list. الاري list دي ما ملهاش نهايه. الاري list ملهاش نهايه قصدي ملهاش حتى عدد ما بتحب ما تحطش اي عدد ليها خالص. بص اهي شكلها عامل كده بتعرف array list تكتب list هتشيل داتا من نوع ايه int هتسميها اي اس ايه لازم الفيكتور new array list مالها دي طب ليه ما بلاش بنت كتب انتجر جواها كده وكتب شورت كامل تمام اهو كده عرفت متغير اسمه ايمن من نوع array بس array list مش الارقام. هنا بص عشان ادخل قيمه كنت فوق بتدخل قيمه ازاي يا حسين اسم الاري والاندكس بتاعها وهنا برضو اسم الاري والاندكس بتاعها بس صفوفه وعمد. طيب هنا لا الاري اسمها ايمن اكتب ايمن دوت اد ايمن دوت اد وهكذا ملهاش نهاية. مفيش حاجة اسمها تقول ايه رقم كام لا اقعد ضيف 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 محدش يقول لك حاجة. دي مستخدمة بقى حلوة دي كتير بصراحة دي مستخدمة كتير انك تقعد تضيف بيانات من غير نهاية من غير ما تحدد نهاية خالص. خدت بالك دي فكرة مين ودي اللي احنا هنستخدمها دلوقتي مع الاري ليست بتاعتنا. في برضه نوع اسمه ماب هاش ماب زي ما بيسموها ناخدها مع الفاير بيز تمام. طيب سيف دي برضو اما تعرف ما تكون تجيب داتا من ملف مش عارف فيها كم ملف كم نوع فبنقعد نجيب نقعد نجيب نقعد نجيب انت ما تعرفش العدد خدت بالك. فدي اسمها بيسموها في بحاجه اسمها ماب بنستخدمها غير الجوجل ماب حاجه ثانيه متغير تمام يا اما الري ليست بالطريقه دي. طيب
لا ايمن ادي بيقعد يحط قيم جولري، يحط قيم جولري، يقعد يضيف قيم يضيف قيم يضيف لحد ما تخلص، مفيش اندكس. فوق كنت بقول ايه؟ سكور رقم الدور كام؟ انت عارف هنا 45، لو جيت هنا قلت سكور، بص هيطلع ايرور لما اعمل ران، مع العلم انا اخري كام؟ انا اخري 45، صح غلط؟ وافق عليها. طب ما يجي يعمل ران هتلاقيه هيضرب، بس لما نيجي هنعمل دلوقتي نحل المشكله دي. اخرها 45. الاري ليست بقى لا ملهاش نهايه، ملهاش نهايه، تقعد تضيف براحتك محدش يقول لك حاجه. هو الاري ليست ده نفس مبدا اللينكد ليست ولا؟ ما هو نفس مبدا اللينكد ليست. خدت داتا ستراكشر؟ والله الستاك بقى والماب والكيس وكل حاجه. تمام. طيب نبدا بقى ازاي نتعامل. المره اللي فاتت اخر مره قلنا عايزين بعد ما الراجل كده هنا هيدوس على دي يتنقل لشاشه ايه تانيه فيها قايمه باسماء المواد اللي كتبها، قايمه باسماء المواد اللي كتبها ودرجه كل ماده. اكتيفيتي تانيه. اكتيفيتي تانيه. تمام. طيب دي بقى اللي نكملها. وقف ستوب ده.